الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد، حلقة جديدة وحلقة مهمة جدا 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 من داخل نادي الزمالك وإغلاق نادي الزمالك وإغلاق كل أبواب نادي الزمالك وإخراج أعضاء الجمعية العمومية. هنتكلم بالتفاصيل عن الموضوع لكن بعد إذن حضرتك صلي على الحبيب في الكومنتات ولايك بقى على قد ما تقدر عشان الناس تعرف إيه اللي حصل النهارده في نادي الزمالك. نادي فيوتشر كالعادة، نادي الأهلي منشغل في البطولة الإفريقية والمنافسين بيقدموا الهدايا للنادي الأهلي والحمد لله الحمد لله. إحنا كنادي أهلي خلاص سيبنا من السلبيات بتاعت السنة اللي فاتت، بقينا أي هدية بتقدم من المنافسين بنقبلها بصدر رحب. نادي فيوتشر اللي لعب زيادة عن النادي الأهلي 4 مباريات، النهاردة كان عنده مباراة أمام نادي الداخلية المباراة الرابعة، وبيخسر في الدقيقة 93 أمام نادي الداخلية بهدف نظيف. معنى كده إيه يا جماعة؟ معنى كده إن الفارق ما بين الأهلي وفيوتشر 4 نقاط. الأهلي قدامه 4 مباريات، إذا بإذنك يا رب فاز الأهلي بال4 مباريات يكون الفارق ما بين الأهلي وما بين أقرب المنافسين نادي فيوتشر ونادي بيراميدز كام نقطة؟ 16 نقطة، يعني قول على الدوري مبروك، مليون مبروك على النادي الأهلي بعد ال4 ماتشات دول، خلاص أعتقد 16 نقطة فرق في أقل من 10 ماتشات، أعتقد الأهلي مش النادي اللي يخسر 16 نقطة في أقل من 10 ماتشات. عايز أقول لك النهاردة في الدوري التونسي وفي المراحل الحاسمة في الدوري التونسي كان في مباراة قمة النهاردة ما بين الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي. لقطة نفس الهدف بتاع السنة اللي فاتت، فاكرين الجون بتاع النادي الأهلي في نادي البنك لما كان الحكم أمين عمر حكم الساحة ومحمد سلامة ميدو حكم الفي آر. السنة اللي فاتت رامي ربيعة فاول في نص الملعب، رامي ربيعة لعب الفاول أو لعب الكرة والكرة بتمشي ما كانتش ثابتة على الأرض، فالكرة الهجمة كملت وراحت لمحمود وحيد وأحرز محمود وحيد الهدف الوحيد للنادي الأهلي في هذه المباراة في الدقيقة 71 تقريبا، ولكن حكم الفي آر اللي اعترف بعد كده في التحقيقات انه جاله تليفون من مسؤول كبير في لجنة الحكام الغي الهدف بتاع الاهلي، الغي الهدف بتاع الاهلي، وبناء عليه امين عمر لغى الهدف بتاع النادي الاهلي. اتكررت الحالة في الدوري الانجليزي والكرة اتحسبت جون ما اتلغتش. النهاردة في ماتش الترجي والنجم الساحلي كرة صورة بالكربون، بالكربون يا حبيبي بالكربون، كرة الأهلي كانت في نص الملعب، الكرة بتاعت الترجي كانت متطرفة يمين شوية واتلعبت والكرة بتمشي وكملت الهجمة واتحسب الهدف، وطاقم تحكيم جزائري بالكامل خلي بالك، يعني مش هقول مثلا حكام توانسة فهيجاملوا الترجي باحتساب الهدف، لا، طاقم تحكيم دولي من الجزائر بقيادة مصطفى غربال وإبراهيم تشالي اللي هو الحكم الفي آر في تقنية الفيديو للمباراة، وما تدخلش نهائيا لإلغاء الهدف. ده يوري لك إيه؟ يوري لك إن الأهلي لما خسر الدوري في الموسمين الأخيرين كان بفعل فاعل، فاعل حقير هو اللي ضيع الدوري من النادي الأهلي. ميدو من 3 شهور 4 شهور قال لك إيه؟ في معلومة عايز اقولها لكم، وسبق صحفي من قبلها ب7 شهور، الزمالك بطل الدوري لتالت مرة على التوالي لأول مرة في تاريخه. ده مين يا جماعة؟ ده ميدو في برنامجه على تويتر وعلى الصفحة الرسمية لتويتر. يبدو ان ميدو كان مفكر ان عصام عبد الفتاح مكمل في لجنة الحكام عشان كده كان بيتكلم وحاطط في بطنه بطيخة صيفي، لكن راح عصام عبد الفتاح وراحت ايام عصام عبد الفتاح اللي كان نادي الزمالك بيكسب على حسه كتير والاهلي بيخسر على حسه اكتر. عايز اقول لأسامة حسن لاعب الزمالك السابق اللي بيقول لك الزمالك كسب 7 بطولات في سنة واحدة ومع ذلك مش نادي القرن، قمة الجهل، قمة الجهل انك تطلب لقب نادي القرن لمجرد انك كسبت 7 ألقاب في سنة، وهذا لم يحدث اصلا، يعني
اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلنا ان السبع القاب اللي نادي الزمالك عمال يقول لك احنا اول نادي والنادي الوحيد اللي كسب 7 بطولات في سنه واحده، هذا الكلام واتحدى ادخن تخين، محدش كسب 7 بطولات في سنه واحده ولا الزمالك. دول كانوا في سنتين، كانوا في موسمين، في موسمين انتوا خليتوهم سنه واحده، في موسمين تخليهم 7 بطولات في موسم واحد او في سنه واحده، ومع ذلك مفيش حاجه اسمها عشان انت كسبت 7 بطولات في موسم يبقى انت كده بقيت نادي القرن. القرن، عشان بس ابين لاسامه حسن، يبدو ان عنده جهل، لازم اذله الجهل ده، انه القرن يا اسامه لو انت ما تعرفش يا حبيبي، وده مش عيب انك تكون جاهل، العيب انك تتمادى في الجهل او الجهل او تدعي الجهل. القرن يعني 100 عام، يعني 100 سنه. يا فرحتي انك تكسب 20 بطوله في سنه وبعد كده تقعد بطه بلدي ما بتكسبش بطولات. في انديه تانية الخزنه بتاعتها والخزينه بتاعتها والدولاب بتاعها بيمتلئ كل سنه بالبطولات. فخلي لك انت ال7 بطولات اللي انت كسبتهم في سنتين واعتبرتهم في سنه واحده، خليهم لك، اشبع بيهم. بس حبيت اوضح معلومه للاخ اسامه حسن. عايز اقول نادي الاهلي واجه الزمالك هذا الموسم في كره القدم على كل المستويات السنيه العمريه 10 مرات. 10 يا حبيبي، 10. 8 مباريات الفئات السنيه العمريه الصغيره، واثنين للنادي، عفوا 12، 10 للفئات العمريه واثنين للفريق الكبير. 12، 12 مباراه لم يفز نادي الزمالك ولم يتعادل في اي مباراه من المباريات ال 12. دسته دسته خدها الزمالك السنة دي على من النادي الأهلي، وعلقت كورة من النادي الأهلي. النهاردة كل الأنظار اتجهت صوب نادي الزمالك، وأتمنى من مسؤولي نادي الزمالك إنهم يطلعوا يوضحوا لنا، لأن الأقاويل كتيرة جدا، والأقاويل على فكرة من ناس كانت جوه النادي. النهاردة الزمالك اتقفل الساعة 9:30 بالظبط، تم إغلاق النادي وإخراج الأعضاء وإطفاء الأنوار وإغلاق الأنوار كلها، ويقال إن تم منع. طبعا امبارح وأول امبارح مرتضى منصور كان بيمسك المايك وبيتكلم براحته، كانش حد بيقدر يقول له حاجة، وهاجم الوزير أشرف صبحي وهاجم من هاجم، تصريحات كلها منقولة في الفيديوهات وقلناها لكم امبارح وأول امبارح. النهارده الناس كلها اتفاجئت بإغلاق الأنوار وإخراج الأعضاء تماما من داخل النادي الساعة 9:30، وده مش عادة نادي الزمالك. تناثرت الأقاويل، البعض قال إن في قوة جت من اسم العجوزة من أمن الجيزة حضروا للنادي، والبعض نفى الموضوع ده وأمروا بإغلاق النادي ومنع مرتضى من التحدث. أنا بقول القصص اللي وصلتنا، وعلى نادي الزمالك انه يطلع بيان ويقول ايه اللي حصل. الامن او القصه الثانيه، بعد ما جت القوه دي، ان مرتضى منصور امر الامن الخاص بالنادي انه يطلع كل الاعضاء بره النادي، وفضل هو واعضاء مجلس الاداره فقط. واعضاء مجلس الاداره فقط. دي صور يا جماعه من جوه نادي الزمالك بتبين الحال دي، لما اغلقوا الانوار اهوت والناس هتطلع. دي صورة تانية برضو بعد خروج الاعضاء، ده نادي الزمالك بعد الساعة 9:30. دي صورة من برة البوابة واغلاق البوابات تماما، مفيش حد يدخل ولا يخرج. برضو من ضمن القصص اللي وصلتنا من ناس كانوا داخل نادي الزمالك بالتفاصيل، قالك في شخصية مهمة هتروح نادي الزمالك النهاردة وهتقعد مع مجلس إدارة نادي الزمالك. الشخصية ليست شخصية أمنية ولا شخصية سياسية، ولكن يقال إنه رئيس اللجنة المؤقتة اللي هتيجي تدير نادي الزمالك لفترة معينة. يقال كده والله أعلم. إحنا طبعًا مش صحفيين جوه نادي الزمالك، فأنا بجمع لك التفاصيل من أصدقاء صحفيين زملكاوية أو ناس كانوا موجودين، أصدقاء برضو موجودين في الجمعية العمومية لنادي الزمالك. الكلام
ان تم اغلاق النادي ومش عارف ايه، الاحتماليه بالنص كده اتقال لي الاحتماليه وصول شخصيه مهمه، والشخص ده هو اللي هيقوم باداره نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، وهيعقد جلسه مع مجلس اداره نادي الزمالك ومرتضى منصور. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، انا بجيب لك هنا وهنا، قال لك بعيدا عن الهري والاشاعات، اهو دي صفحه مرتضى منصور اهو يا جماعه، عشان ما حدش يقول ايه احنا بنجيب حاجه من عندنا او بنلفق او بنقول اي حاجه. دي صفحه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول حتى اللحظه، كتب ايه؟ قال لك بعيدا عن الهري والاشاعات الكاذبه، سجل المستشار مرتضى منصور حديثا رد فيه على كل الاكاذيب وكشف الحقائق بالمستندات في اربع اجزاء، نزيع الجزء الاول الليله. نزيع الجزء الاول الليله، نتمنى الامور تعدي بسلام على نادي الزمالك خلال هذه الفتره الصعبه جدا على نادي الزمالك. وانا قلت لك الزمالك امام مفترق طرق، اما ان الدوله تؤكد على سياده القانون ويتم عزل مرتضى ويتم الدعوه للانتخابات، وهنا الدعوه للانتخابات دي فيها 100 فيلم وروايه، الدعوه للانتخابات فيها 100 فيلم وقصه وروايه، يا ترى مرتضى هيترشح ولا مش هيترشح؟ فريق وانصار مرتضى منصور يقول لك هيترشح، لان القضيه بتاعت سب الخطيب اللي اتحبس فيها شهر ليست مخله بالشرف. الفريق الثاني انصار ممدوح عباس واحمد سليمان وهاني العتال والقانونيين يقول لك لا، هذه القضيه تمنع مرتضى وحبسه شهر يمنع من الترشح للانتخابات. في حال النهاردة برضو من ضمن الاطروحات اللي اتقالت ان نادي الزمالك في الجلسة اللي هتكون النهاردة سيتقدم باستقالة جماعية للوزير اشرف صبحي. ليه؟ الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان المجلس يدعو الانتخابات مبكرة ويترشح المجلس تاني بعد تعيين لجنة مؤقتة تدير عملية الانتخابات في نادي الزمالك. موضوع لف كتير ودوران كتير، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمة. استاذ صبحي عبد السلام واحد من صحفيين قناة الزمالك قال لك ادفعوا له، ادفعوا له، ادفعوا للكهرباء. قال لك اتمنى اسمع اشاعات عن اي نادي غير الزمالك واشوف عقوبات بتوقع على لاعبين تانيين غير الزمالك، وتابع لاعب بيحترف ويتخطف من اي نادي غير الزمالك، مش هطلب حجز على الارصدة ولا شبح الحل ولا التجميد لان دي بيتشال فيها وزراء، ولا هطالب بعدالة في توزيع عقد البث ولا الرعاية ولا الاعلانات، بس عايزكم تدفعوا له الغرامة من خزينة الدولة باعتباره من الصفوة دلوقتي وثروة قومية للمنتخب. طبعا انا كل انتقادي لصحفيين الزمالك ان نفسي كده تعالى في الوش ودي، يعني سيبك من التلسين والاسقاط. طبعا هنا صبحي عبد السلام واضح جدا هو بيسقط على مين وبيلسن على مين، بيلسن على النادي الاهلي وموضوع كهربا. كهربا في اجراءات قانونيه اللاعب بياخدها هو المحامي بتاعه، هم حرين، هم حرين. النادي الاهلي ليس طرف يا استاذ صبحي، النادي الاهلي ما هوش طرف في القضيه عشان تقول نفسنا نشوف حد او لعيبه من لعيبه الاهلي تتعمل او لعيبه تحترف او يجي لها عروض. كون ان لعيبه الاهلي ما بيجيلهاش عروض ده كذب، ده كذب وتخريف. والله والله لعيبه النادي الاهلي فيهم على الاقل 3 4 لعيبه اساسيه في النادي الاهلي جايلها عروض واغراءات من نادي الزمالك ومن نادي بيراميدز واترفضت. ما انا مش ذنبي، انا مش ذنبي ان انا كنادي اهلي مالي عين اللعيبه، مالي عين اللعيبه. زي بالظبط لما الواحد يكون متجوز واحده حلوه، الواحده الحلوه ديت طالما جوزها مالي عينها ومحترمه ومؤدبه وبنت ناس وبنت اصول مش هيفرق معاها كل الاغراءات، لكن في ناس تبقى ربع جمال وربع لبه ما تصدق الواحد يشاور لها. هل ده معناه ان العيب في الراجل؟ لا، العيب في التربيه نفسها. فانا النهارده كلاعيبه النادي الاهلي، لعيبه الاهلي بيجي لها بدل العرض 2 و3 و10، بس لعيبه النادي الاهلي مالي عينها.
اللعيبه متربيه شبعانه شبعانه بطولات، عايزه تعمل تاريخ، مش كل حاجه الفلوس. ما هو بياخد فلوس في النادي الاهلي، وانت فكرك بياخد ما بياخدش فلوس. عايز ابارك لاولادنا شباب جماهير النادي الاهلي، النهارده تم الافراج على مجموعه كبيره منهم، يقال انه خلاص كلها موضوع اجراءات بس، وهيتم الافراج عن الكل باذن الرحمن، وجماهير النادي الاهلي هيتم الافراج عنها خلاص كلها اجراءات بس في الافراج. وكمان شقيق الشهيد محمد اشرف كان برضو من ضمن المحتجزين من جماهير النادي الاهلي، تم الافراج فعليا عنه وخرج وروح مع والده. دي معلومات من المحامي المستشار محمد رشوان، محامي جماهير النادي الاهلي. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل اراءكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.